بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا خلصنا الورقة الأولانية زي ما احنا شايفين كده، هنبتدي ان شاء الله نشتغل في الورقة التانية. انا خلاص اشتغلت هنا الفيكتور على اللاير ده، بقفله كده وبفتح اللاير بتاع الورقة التانية. لو انا سبتني واقف كده على اللير ايه، ده معناه ان كل الشغل اللي هعمله هيبقى على اللير ايه. هقف على اللير بي، تمام، وهقفل اللير ايه كده خالص عشان انا مش محتاجه دلوقتي. نلاحظ ان الورقه دي شبه الورقه الثانيه الاولانيه خالص اللي هي دي، فهناخد الزد ميديوليشن كده وهناخد دي ودي ودي معانا كوبي، هشتغل بيهم وهاجي على البي واقول بيست، بلغي دول خالص، بعمل الباصات التانية نفس الورقة الأولانية بالظبط. هقف هنا، انا خلاص بقى اتعلمت من الاخطاء، مش هبتدي اكررها تاني، واخد بالي من النقط كويس قوي بتبتدي فين وبتنتهي فين. باجي كده، انا طبعا بكرر الكلام ده علشان يثبت معاك. انزل بيها شوية اقرب على قد ما اقدر كده، تمام. باجي هنا افتح دي شويه كده عشان ما تبقاش ضيقه قوي، واجي اعمل الباص الرابع اللي هو ده، المفروض انه يقف هنا كده. كده بالمنظر ده، وابتدي اكون قريب على قد ما اقدر. انا اللي تحت ده مش محتاجه خالص لان هيكون مختفي تحت الورقة اللي قبليها بالمنظر ده كده. طبعا كل الزيادات هتروح. افرد ده شوية كده، انا حاسس ان هو مش مظبوط قوي وكده، وارجع الم من هنا تاني، تمام. هنعمل اللي في النص الأول، باخد بالي بقى من كل الاختيارات. طيب هعمل نفس الغلطة الأولانية، لو أنا وصلت من هنا لهنا كده يبقى ده ال 3D هيوصل لحد هنا، يبقى في نقطة في مكان هنا هيبقى فاضي، يبقى لازم أعمل إيه؟ تمام، أكمل الباص علشان يغطي كامل الورقة. هشد ده شوية كده أهو، خليه فري وخلي دي سموث. معلش هرجع افردها تاني كده اهو، بس كده همد الورقة دي كمان اهي كده، اريح الكيرف، اريح الكيرف، مخليهوش مخنوق في حتة. لو وصلت من هنا لهنا يبقى ال 3D هيوصل لحد هنا كده، تمام. نبتدي عملية الموديلنج 2D سويب اهو، بختار في النص، هنشتغل في النص الأول، تمام. سيلكت سيلكت، ماشي صح معايا، تمام. أنا نسيت أجيب الزد ميديوليشن، كوبي، برجع أحطه هنا تاني. انا بيطلع معايا شبه على الارض خالص، فببتدي اكبر ده، مش مشكلة اعيد من الاول، اكبر ده على قد ما اقدر شوية كده عشان يديني سمك مناسب، تمام. سيلكت سيلكت
select vector control exact height. تمام؟ أول cross section هستخدمه اللي هو ده، ثاني cross section اللي هو ده، واحد واحد، اتنين اتنين. اوكي؟ بشتغل على layer ما فيهوش أي حاجة، فمش فارق معايا أعمل add أو merging. بعمل calculate كده. بيطلع معايا بالشكل ده. تمام؟ أرجع. بص أنا مش هقفل. سيليكت. سيليكت. 2 2 1 1. تمام؟ 1 2 زي ما أنا بالظبط أهو. بس كل الاختلاف ان انا هعمل ميرج، لان انا هعمل موديلنج على الاولاني ده، فانا مش عايزهم يبقوا متداخلين مع بعض. كل حاجه مظبوطه عندي. كالكوليت. يجي معايا بالشكل ده. ايه الغلطه اللي انا عملتها؟ ان انا نسيت واستخدمت نفس الكروس سيكشن اللي هو بستخدمه في الورقه اللي في النص. لا انا كان المفروض استخدم ده. هعمل edit undo. تمام؟ وهاجي هنا ده رقم 2 كروس سيكشن رقم 2 اللي هو ده، بلغيه من هنا كده واقول له ان ده ثاني كروس سيكشن معايا. بقول له add بقى خد رقم 2. 2 الحمراء فين؟ اللي جوه. انا ده عايز ده العلو هنا اللي هو العلو ده اللي هو المفروض 5 مللي، والارضيه اللي هي النقطة السوداء. ليه دي؟ تمام؟ كالكوليت كده. وآجي أشوف يجي معايا بالمنظر ده. تمام؟ نرجع. مش هقفل برضو التول اللي سويب اهو. هاخد ده واطلع فوق واقول له سيلكت، واخد ده واقول له سيلكت. واحد اتنين ده الاولاني شبه بعض، مش هيفرق معايا الواحد الحمراء فين. هنا بقى الاتنين الحمراء فين؟ اهي. تمام؟ اوكي. وزيد مديليشن زي ما هو، كل حاجه زي ما هي اهي. انا بس هعمل ميرجنج برضو. كالكوليت اهو. هتيجي معايا بالمنظر ده. خلاص خلصت الورقة الأصلية بتاعتي. زيرو ريسيت. كلوز. ادي الورقة بتاعتي اهي. تمام؟ وانا بعدل فيها بقى، انا محتاج ان انا اظهر الورقه الاولانيه كده. طبعا هم متداخلين اهو، الوضعيه الستاتيوس بتاعتهم الحاله بتاعتهم، فانا بخليهم ميرجنج كل واحد على لير منفصل، وفي النهايه بجمع كل الليرات دي في لير واحد اهو. شايف انا ظبطت دي؟ انا محتاج اظبط دي كمان زيها. بخفي ده، سوري، بخفي الاولاني. بدي هنا 2 مللي هاد. بدي ثيكنس تحت الورقه عشان يعالج لي حاجات الحواف دي كده اللي هي ممكن تتكسر معايا. برجع ب 5 مللي للثيكنس كله من فوق من الارضيه لحد البوت التوب بتاع الشغل. هشتغل بطريقه مختلفه شويه. سموثينج. اخش على سكالبتنج. هكبر الفرشه على الاخر. تمام؟ هنعم شويه. سترينس مش هيبقى، مش عايزه عالي قوي. وابتدي انعم
الورقة بتاعتي. انا ما عملتش الكلام ده خالص في الورقة الاولانية، احنا بنجرب حاجات مختلفة علشان نشوف مع بعض استخدامات مختلفة اللي ممكن اعملها. ايه ده؟ تمام؟ واقول finish. وارجع شايف هنا ابتدى يبقى عندي زيادات انا مش محتاجها. شايف الزيادات اللي جات لي دي؟ مش محتاجها. اهي. برجع اعمل. طيب مش هشتغل على نفس الفيكتور ده اللي هو الاساسي، اللاين بتاعي الاساسي، بس هطلع بره شويه 2 من 10. هعمل ديليت للاوريجينال فيكتور. اوكي. او تورز كده او اوف سيت. وهقص بده. زيرو ريسيت. اوكي. بدي بسيب شويه من السموثنج اللي انا عملته. هبص كمان من فوق اهو. ابتدي اظهر الاولى. انا ليه محتفظ بكل ورقه من دول في لاير لوحده؟ هنعرف مع بعض. اظهرهم كده. هات الشكل الاصلي. ابتدي راجع. هما الاثنين طالعين، اللي تحت ممكن تكون عاليه شويه عن اللي فوق. الاثنين عندي الاثنين عندي 5 مللي. طيب انا عايز اعلي الورقه الورقه دي بس من ناحيه واحده. خلينا نرسم كده هنا. شايف المكان ده؟ انا عايز ارفعه فوق، يعني انا عايز ارفع دي كده شويه. بستخدم ايه؟ بستخدم create angle plan. باجي هنا كده. تمام. انا هرفع دي. عشان استخدم الانجل بلان لازم الفيكتور الاصلي بتاع الورقه اللي بيحتوي على كامل شكل ال 3 دي. هترفع منين؟ هنا هيبقى زيرو، وهنبتدي نرفع من هنا شويه عشان تبقى الورقه المكان ده اعلى من الورقه الثانيه. ستارت. انا هستخدم نقطتين بس، بقول ستارت وباجي من ابعد نقطه كده وابعد نقطه كده. اول واحده اللي هي دي بخليها زيرو، برجع اخليها زيرو، هو بياخد ارتفاع اللي موجود اللي انت دوست عليه. تمام. والثانيه هقول ملي، يبقى هو هيرفعها ملي. بيضيف ستارت هايت تحت الورقه. خلينا نشوف من هنا كده قبل ما نضيف. بص لاحظ الحته دي كده عشان تعرفوا احنا رفعنا قد ايه. طبعا اد انا بضيف على ايه؟ على البي. كرييت يعني بيضيف انجل بلان. لاحظ قربها شويه كده. بص هنا كده كرييت، بضيف ملي كمان من هنا. ها ابتدت تطلع. طيب برجع تاني. انت شايف من تحت انا محتاج ارفع من تحت شويه. باجي هنا واقول له ستارت تاني، ومن هنا كده اخد البوينت الاولانيه، ومن هنا اخد البوينت التانيه. انا عايز ارفع من هنا، يبقى هنا هقول 1 وهنا 0. هرفع بس من ورا. انا برفع الورقه دي اللي تحت دي. كريت. رفعت معايا وتساوي تماما بالورقه التانيه. هبص على الشكل العام كده. أصبح الورقة اللي تحت أعلى من الورقة، يعني الورقة دي أعلى من الورقة دي. ضفت أنجل بلان بالمنظر ده. طبعا بقت أعلى، يعني هتيجي تشوف المجمل بتاع الارتفاع بتاع الورقة اللي في اللاير بي هلاقيها بقت 7.
واحد بخليها 7 رقم صحيح. اوكي انت بتظبط كامل الريليف بتاعك وبعد كده بتلعب في الارتفاعات زي ما انت عايز. المهم تبني الشكل صح. تمام. وباجي اسيف كده فايل سيف.